انتصار تلو الآخر، هذا ما حققته الفرق الرياضية الجماعية لصالات ألعاب القلعة الحمراء إفريقياً يوم أمس، كرة السلة، كرة اليد، الكرة الطائرة، حتى أسموه المحبين بيوم السبت الإفريقي للأهلي. ففي كرة السلة حقق فريق رجال الأهلي الفوز على أهلي بنغازي الليبي ب 98 نقطة مقابل 86 في إطار منافسات بطولة إفريقيا لكرة السلة ضمن منافسات الجولة الثانية التي أقيمت على صالة الدكتور حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر، ليحقق بذلك الشياطين الحمر فوزهم الثاني على التوالي ضمن منافسات مجموعة النيل. قدم الشياطين الحمر مباراة مميزة خاصة في الرميات الثلاثية والدفاع تحت السلة، ونجح أوغست بوش المدير الفني في تدوير مشاركة اللاعبين بشكل إيجابي، وأسهم في تفوق الفريق وتحقيق الانتصار ليضرب موعدا مع نادي بانجي الجنوب إفريقي يوم غد الاثنين. أما في كرة اليد، حقق رجال الأهلي بقيادة المدرب الإسباني ديفيد ديفيز الفوز على أمل سكيكدا الجزائري بثلاثين هدفاً مقابل 19، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية المقامة حالياً في مدينة وهران الجزائرية. شهدت المواجهة ندية وإثارة، خاصة أن المنافس يلعب وسط جماهيره. قدم فيها رجال القلعة الحمراء أداءً قوياً وتصدر ترتيب المجموعة، مستفيدا من فوزه في المباراة الأولى على وفاق عين التوتة بنتيجة 36 مقابل 31، ويسعى الفريق الأحمر للتتويج بالثلاثية لهذا الموسم بعد أن حقق بطولتي أبطال الدوري والسوبر الإفريقي. في كرة الطائرة، حقق كوموندوز القلعة الحمراء الفوز على إسبوار الكونغولي بثلاثة أشواط نظيفة ليتأهل إلى الدور الربع النهائي من بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للأندية التي يحتضنها النادي الأهلي في مقر الجزيرة، ليتأهل إلى دور الثمانية بالعلامة الكاملة دون خسارة أي شوط طيلة البطولة. سيطرت الكتيبة الحمراء بقيادة المدرب الإسباني فرناندو مونزو على مجريات اللقاء تماماً، وظهر الفريق بشكل مميز بفضل الإرسال القوي إلى جانب الضربات الساحقة وتنفيذ تعليمات بعض الجمل التكتيكية والخططية التي وضعها الجهاز الفني. هذا ما عهدناه في القلعة الحمراء لكل الفرق الرياضية، لابد أن تكون موجودة في جميع البطولات ليبقى كل ما هو إنجاز أهلاوي.